واحنا على مشارف عام دراسي جديد بياخدنا سؤال الحلقه ليه يعني ايه اغرب ساندويتش او وجبه مدرسيه ممكن تكون شفتها اثناء فتره الدراسه او اخذتها معاك في اللانش بوكس بتاعك؟ وهو ده السؤال اللي اساله لجمانة قبل ما نعرف اجابات الساده المشاهدين. كان عندك لانش بوكس اصلا؟ لا. هو كيس الترانسبيرنت بتاعنا ده عادي. بس عارف مؤخرا يعني لا انا مؤخرا لحقت يعني عارف ما كانش بس برضو اسمه لانش بوكس، كان عادي يعني شنطه عاديه خالص وكان علبه بالظبط وكانت في حاجه يعني. بس انا يعني الساندوتشات مثلا الغريبه اللي كنت باخدها طبعا الطبيعي كان جبنه بخيار، جبنه وطماطم وفاكهه مثلا، اي بقى حاجه اي نوع من انواع الفاكهه يعني. بس انا كان عندي مشكله وانا صغيره. كنت مرفعها يا جمال؟ انا دي جبنه. انا هاجي لك انا بالتقيل بس كملي. لا دي جبنه. وكان يعني انا كان عندي مشكله ما تتخضوش، بس بني انا بحب الكاتشب جدا وانا صغيره. طبيعي كل الاطفال كده. لا بس انا كنت بزياده شويه، فكانت مثلا ممكن تعمل لي بطاطس محمره مثلا فرايز وعليها كاتشب بس كتير بقى، فكنت ممكن اشيل البطاطس واسيب الساندوتش بالكاتشب بس كاتشب من كتر ما انا كنت بحبه فعلا. بس طبعا كنت يعني بيتزعق لي كل حاجه، بس لا يعني يمكن دي اغرب حاجه خدتها معايا. بس في المجمل ده يعني الستاندرد عارف، هو الجبنه بالخيار، جبنه بطماطم، بطاطس محمره، حاجات كده. بس انت ايه بقى اغرب سندوتشات؟ اغرب سندوتش شفتها ولا اخدتها؟ هما الاثنين واحد عشان عارفه. هو غششني بصراحه قبلها. بص انا بالنسبه لي لو هتكلم على اغرب سندوتش شفته اثناء فتره الدراسه بتاعتي كلها هو الساندوتش بتاعي، لان انا يعني والدتي ربنا يديها الصحه يعني وطوله العمر كانت دايما بتشوف ان انا لازم الوجبات او الوجبه المدرسيه تحديدا اللي باخدها معايا تكون وجبه متكامله العناصر الغذائيه، وكانت بتطبق مقوله العقل السليم في الجسم السليم بالسندوتشات المتينه بقى يعني عارفه، اللي هو عشان نوصل للهدف الاسمى ده لازم ان انا ادي سندوتشات كويسه. خش في الموضوع على طول. خش بمهد لك برضه. لا خش في الموضوع على طول. فكان يعني بيبقى فيه جبنه بخيار، كنت ممكن تلاقي طعميه، كل ده بيتي بالمناسبه يعني، حتى الطعميه كانت عجينه الطعميه ماما بتعملها في البيت رغم ان هي كانت بتشتغل، فكان عشان كده بقول لك ربنا يديها الصحه يعني كانت. وحتى الان يعني ما انزلش غير لما ماما لازم تعمل لي الفطار، فكنت تلاقي طعميه مثلا بطحينه ده في الفطار عادي جدا. ما هو ده فطار يعني لغايه دلوقتي احنا كويسين مفيش مشكله. لسه انا بمهد لك، بس انا لسه جاي لك على الكبير ورا يعني دلوقتي. وكان عندها لازم تشوف اللي هي تديني ساندوتش يكون فيه مصدر من مصادر الطاقه. فتخيلي كده، لك ان تتخيلي ايه المصدر اللي باخد منه الطاقه من الساندوتشات؟ ممكن حلاوه. يعني بص انا هطلق لك العنان، فكري يعني من هنا لبكره. معروف ساندوتشات الحلاوه يقول لك وانت بتذاكر اكيد مش كبده مثلا يعني. ما لا 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 يعني لا لا اكيد. واكيد لا طاقة بس حلاوه. طاقه حلاوه مثلا، حلاوه مربى ده الاعتيادي ده الطبيعي ده كده احنا ماشيين في الستاندرد. لكن لما الاقي مثلا الحلاوه بيتضاف عليها تبقى حلاوه بالقشطه عادي مش مشكله شغال. لكن لما الاقي نجيب الحلاوه على جنب والاقي في موسم البلح اللي هو الامهات ده بيتعمل ببيض وسمنه، والله زي ما بقول لك كده، ويتحط في سندوتش فينو، مصدر من مصادر الطاقه. فهو ده اغرب سندوتش بصراحه. يعني كان بعد ما بتاكله كنت بتحس بايه؟ بحس بايه؟ ان انا عاوز الف المدرسه كلها. يعني ما شاء الله. بس يعني ده الاحساس الطبيعي اللي انا عاوز الف المدرسه كلها خلاص طاقه يعني مش قادر اقول لك يعني. لا اما يتعمل ببيض وسمنه لا اما يتعمل بسمنه بس، يعني لازم يكون في عارفه انت اللي هو انا باخد الوجبه متكامله العناصر الغذائيه من ساندوتش واحد. او كانت تعمله بطحينه. ده طول اليوم ولا بتاكل كل ساعتين برده يعني؟ لا لا, لا 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 هو ده ساندوتش من بين 3 أو 4 ساندوتشات موجودين، مش ساندوتش واحد ما شاء الله. يعني انا دي الكيس بتاعي، الكيس بتاع الوجبه المدرسيه. انا كنت مرفهه. اما عشان كده بقول لك انت مرفهه جبنه بخيار. يعني كنت باخد ساندوتشين عادي جدا. لا لا انا كان 3 ساندوتشات منهم الساندوتش اللي بقول لك عليه الاساسي، الوجبه الاساسيه بتاعتنا اللي هو. طب وجنبه ايه بقى؟ انت عاوز حاجه جنب ده؟ لا يعني جنب ده الاساسي. مفيش فاكهه خلاص بقى. الفاكهه دي انا لما بروح. لا خلاص بقى مفيش. انا كنت برفض اخد معايا فاكهه لسبب. انا هاخد الفاكهه بخاف هتعامل معاها ازاي. يعني لو خدت مثلا صباع موز، ما هو من الشنطه بتاعت المدرسه هيتضغط هيتخبط هيبقى متفعص فخلاص باظ.
فانا ليه اخده اوفره؟ يعني حقي هاخده، بس باخده لما بروح، ما بسيبوش، باخده لما بروح، لكن بيبقى عندي البديل في الطاقه اللي انا بقول لك عليها في الساندوتش كده. بس كنت بتاكل سندوتشات بقى؟ يعني احنا انا كانت عندي مشكله بصراحه، انا يعني مش دايما كنت باكل السندوتشات، كنت باكلها خوف والله، يعني عشان لازم اكلها، عشان ما تزعليش لما ارجع، عشان لا مش هيتزعلي عادي. يمكن انا وانا صغيره ما كنتش باكل كتير، فكان لو روحت بيتنا بالسندوتشات بتاعتي يحصل مشكله وبتعاقب بقى، وحاجات كنت باكل خوف. بص انا دي مش فاكرها بصراحه، يعني انا مش هكذب عليك دي، بس اللي انا عارفه ان انا ما كانش بيتزعق لي، فاكيد ان ده نتيجه اللي انا كنت، ده ما اكيد هيخافوا منك، كنت باكل يعني ما شاء الله بلح بس اكيد هيخافوا. لا اللي انا عارفه ان انا ما كانش بيتزعق لي، فعشان كده انا كنت طب حد كان بياخد منك سندوتشات؟ كنت بتبدل سندوتشات في المدرسه؟ احيانا كتير كنت ببدل سندوتشات انا طب اقول لك على حاجه، والله الساندوتش اللي بقول لك عليه ده كان زمايلي بيجي ياخدوه مني فعلا، كنت بقسمه انا وزمايلي، بقى نعمل نظام يعني مقصه او كده ما بيني وما بين صحابي، يعني كان عندي والدي مثلا شايف ان اللانشون ده حاجه مش صحيه تماما، فما كانش، كان ممنوع من الممنوعات اللي احنا السندوتشات بتاعتنا في المدرسه ممنوع من البيت مش من المدرسه، اللي احنا نجيب اللانشون ندخله، لان بابا بيشوف لا انا اجيب لحمه مفرومه مثلا او حاجه كده، ولا اني اللي انا اجيب حاجه لانشون مش معروف مصدر اللحوم بتاعته ايه يعني. كان ده السندوتشات اللي انا ببدلها مع اصحابي في المدرسه، انا بحب اللانش، فبقول لك ايه انا معايا سندوتش تمر بالبيض والسمنه وبتاع، تاخده وتديني لانش، فكانوا بيوافقوا لان هم شايفين سندوتش غريب بالنسبه لهم، يعني هم مش فاهمين ايه ده اصلا، قنبله موقوته موجوده معايا. وانت اللانش بالنسبه لك برده؟ لا ما هو بالنسبه غريب من الممنوعات. طيب على اي حال انا واحمد اهو حكينا لحضراتكم ايه كان اللي بيحصل معانا في السندوتشات تحديدا في المدرسه، من بقى تبديل اكل اغرب سندوتشات كنا بناخدها معانا. انتوا قولوا لنا ايه اغرب سندوتشات كنتوا بتاخدوها معاكم في المدرسه، او دلوقتي كمان لو عندكم اولاد بتحط لهم ايه في اللانش بوكس؟ يعني الجروب الماميز كله بقى اللانش بوكس ده يعني فرد من افراد العيله، فقولوا لنا بقى، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم ونستعرضها مع بعض حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.